ليديز اند جيرماني. جيرماني مش من جيرماني، اخترنا من الانجليزيه. اهلا بكم اخواتي، رجعنا لكم بحلقه جديده، فيديو جديد ولعبه جديده زاده في القناه، لعبه بلانت بيس. الانجليزيه نتاعي اخواتي في الحليب شمنا فيها. المهم فكره اللعبه ولا اللب نتاع اللعبه اللي هي باش نعملوا مستعمله في الفضاء ولا في القمر ولا ما نعرف شوين، وبشوي بشوي نطور المستعمرة وردوها يعني صالحة للعيش. صار تقعدوا فهمتوني هذه اللعبة، وما تنسوش خواتي ادعمونا شوية كومنتارات شوية لايكات، ونوصلوا ان شاء الله بعد الفيديو هذايا 100 ل 100 مشترك يا اخي. امشي امشي انت، هو انت انت امشي ازرب خويا. لا علينا اخواتي، يا اخوتي نبدو لعبة جديدة ان شاء الله. نختاروا المكان هكا، نختاروا هذي، نختاروا المكان باش ننزلوا فيه. نتصور لهنا ماذا بينا نختاروا مكان مسطح باش نجمو نبنو مستعمرتنا وكا هذايا فهمتوني. نحطوا اسم اسم المستعمرة نعملوها بيس، نحطوها بيس سالم حاجة هكا، الله أعلم معلش شنيا ما بيصيرش، نحطو سالم هكا على بركة الله. يا خوتي نبدو لعبتنا، وصلت توا حصيلو السفينة هذي اللي باش تهبطلنا الناس اللي باش نشوفو قداش من واحد نجا في الأرض وهبط للمريخ توا باش يبدا يلعب ولا باش يبدا يبني ولا باش يبدا يصنع حاجة كيما هكا. 9 عندنا 7 من الناس و2 الربويات اخوتي، حسب ما تشوفوا في الالوان يعني هذوما زوز اخضر، هذوما 3 زرق، وهذا اصفر، وهذا برتقالي احمر حاجه كيما هاك. نشوفوا واش عندنا جماعه الناس، هذه شنو نبدو نتاع الاكسجين، نصنع اول واحده نتاع الاكسجين. شنو هي هذه نتاع الاكسجين؟ نبدو بها ونحطوها، نحطوها لهنا، نحط لهنا هذي شنو؟ اها هذي بتاع الطيارات الباور والوحدات، هذي شنو؟ السولير طاقة شمسية، نحطو هذي لهنا، نحطو بتاع الماء هذي اللي المفروض تصنع الماء. لازم نربطهم على هذا هكا، اوكي لازم نربطهم. ايه كملوا نحطو تاع المية تاعو، يشبيه ما حبش تحطش. اها اوكي نربطوها بهذي. شنيا اخر شنو هي ناقصة هاذي؟ الأكسجين، كيفاش الأكسجين هاذي؟ مانيش فاهم أنا شنو نحكي. أوكي لازمنا نعملو باب نتصور أنا توا، كيفاش نعملوه الباب هاذي؟ والله مانيش فاهم أخواتي أنا الباب كيفاش تعمل هاذي. هذا الباب لا، الباب مش نجمو يدخلو منه، هي هذي نتصور الباب باز باز باب. لا هي ماني عارف انا وين الباب، نحيتها. بدينا في البهيمة من توا نحن، فجأة كيما كانت شنو تلعبت وين الباب هذا شنيا؟ اير مش هذا الباب، ليه هذا معمل ولا شنو هذا؟ نصور الباب، ايه هذا الباب ها. متى ولا مزال نزرب الوقت؟ كيفاش نزرب الوقت انا تو؟
نعمل شوية فازير نبني هذايا. نبني هذايا نعديها مع هذي ونعديها مع هذايا. حبش تتعدى؟ لا مش مشكلة. اوكي حاليا بدينا نبدا نتصور انا تو، مازال الطريقة هذيك باش تبنى. شنو هي خدمة؟ لا تحي حد شي، شبيك مريم؟ تحي شي، تحي شي، خليك مريم لك. باهي هذيك المروحة تمشي، الناس الكل صيّتها. شوفهم زعما باش يموتوا من وفيه الأكسجين عندهم حاجة. برك نحب نجري الوقت، أي هكا يزرب شوية وقت. خويتي على الغالب اللعبة مازلت جديدة عليا، فهمتني؟ يعني مانيش فاهمها، مانيش فاهم منها شيء يعني. خنزيد نفهمها بشوية بشوية. هذا شنيا يعني؟ قانون قوانين ولا شنيا؟ شنيا يخرب شنو بنو نحنا توا؟ نبنو نتاع النباتات هذي، نصنع فيه البيو باش نجمو ناكلو، خاطر ما عندناش باش نجمو ناكلو. حطولها في جنب. الكهرباء فت ليه؟ عاد ليه عاد؟ خاطر الريح ما عندناش ياك. هاو متنا، اول ما بدينا متنا ما شاء الله. ايش تحبني نعمل انت؟ هو الريح رجع. اكسجين بدا يرجع غاديك. كهرباء فت، ايش تحبني نعمل؟ ما فهمتش انا. والوقت مزيان، ليش باش يوصلهم تو؟ حتى مروحة أخرى باش تبناها تو، ما نجمش تبناها المروحة خاطر. أوكي ورجع رجع. باهي نعملو خزان أخوتي، نعملو خزان تاع طاقة. كيفاش نعمل خزان كبير أنا؟ هذا خزان كيفاش نكبر فيه يعني؟ كيفاش يكبر؟ هكا يكبر. اوكي هكا يكبر. اوكي فهمت. هذا تصور حطه من هنا احسن، حتى الموارد مانيش عارف شو عندناش ما عندناش. نعملو حاليا هكا. يحطو لهنا. اوكي اي عاد اوكي يبني لهنا. عدوه بيدي. شوفوا شو عندنا موارد شو ما عندناش. نعم بي عندنا 25 متر، عندنا اكل بابا لازمنا ماكله، وعندنا هذا بلاستيك بيو بلاستيك 26، ميديكال عندنا 10، والسبارس عندنا 10. باهي نمشوا للواحد هذايا، نمشوا لهادي نشوفوا واش نمشي نزيدو فيها واش نمشي نحطو فيها. ضربة الموها هاك شي نزرعو فيها اخواتي. هادي شنيا؟ بصل هادي جيب هداك. هادي شامبينيون حطو، مايز حطو واحدة لهنا، وبانتير اللي اختاني بانتير. هادي شناهي؟ ميديكال. هادي طومات حطو طومات. ما عنديش يعني. عطو نشرب باش يموتو. وحتى هذا يا الرجل شنو هذا؟ وحط الروز. اوكي نتصور كملنا نحن طبعا. لازم نعمل لهم وحده هي. انا دخلتها بعدها انا اخوتي، دخلتها بعدها بالحق بالحق. لازم لي كافيتيريا نعملها. عطشو سيئ ان شاء الله ما يموتوش. بيه يزرع وزرع 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 وزرع.
اصنعوا لنا اصنعوا لنا هدايا باش نجمو شوية باش ينوتو. شوف هدايا مسكين عند شنطرة. ولا المياه عند خر والماكلة والنوم يحب يرتاح. نصنعو سريرات وليد بيت النوم هذا ينتصور. حطوها من هنا من تاني. يا كانت مربوطة ليش بكيت أنا؟ حط لهنا ربطها مع هذه. لازمنا نتصور خويتي نحنا توا بي لازمنا خزان واحد آخر نتصور لازم باش يكون خزان واحد آخر. حطولهم الماء والحاجة. وين نتاع الماء؟ هذي نتاع الماء. هيجي صاحبي يشرب ونحطو لهم طاولة ياكلو فيها. نحطو لهم هذي نتاع الماكلة. يحط عادي ونجي نزيدهم واحدة أخرى نتاع الماء ونجمو يشربو. نحط لهم تلفزة خلي يتفرجوا. وربي معاكم خويتي. نتصور يكفي هكا حاليا. نتصور هكا الاكسجين ما عنديش. الاكسجين مزيان. هاي برا اشرب يمشي يمشي يشرب يمشي يشرب. هذا بيه الخزان هذايا مش قوي خويتي. على هذيك لازمنا خزان. لازمنا خزان واحد اخر. لازمنا خزان واحد اخر نعملو. مش لهنا اعذرونا خويتي. الحلقة ماتت. شكون ماتت؟ العباد ماتت 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 ماتوا من مية. قديش من مية حد مات؟ خمسة ماتوا ست سمير. برا مشي يشرب المية. برا مشي يقول. برا عمل حاجة. بقى واحد. صحيح ماتت الناس. بقى واحد. صحيح ما عادش ينجم يعيش هذا وحده. مش باش يصنع مش باش يعمل مش باش يردم. كيف باش يزرع وهذو ما ناقصها من الماء. نهارلي ناقصها من الماء. تعرفش كيفاش خواتي؟ أنا باش نعاود. ما عندي حتى حل واحد آخر. المهم خواتي رجعنا وين كنا. تقريبا وصلنا لهنا. ما بدلت حسيلو المكان. الحمد لله ما مات لي حتى حد حاليا. عملنا سرير لهنا كيما تشوفوا. كيفاش نجم ندخل بكاميرا لهنا؟ هاكا نجم ندخل. كيفاش نجم نخرج انت؟ ها فما واحد ريكت راه يخرجوني من هنا. اشكو هاي مشكلة ذي. دخلنا ما عادش نجم نخرج كيما تشوفوا لهنا. زاد كيف كيف نفس الحكاية. زدنا حاسين وحطينا المية. حطينا الطاولة بشكل فيها. حطينا تلفزة يتفرجوا فيها. حطينا لنا بقعة المكلة بالضبط لهنا. لهنا زرعنا كما تشوفوا. نحن برك خلنا حين واحد هكا أحسن. لهنا زرعنا شوية روز دهرلي وشوية مايس اللي هو قطانية ولا مستورة ولا كل بلاد كيفاش تعيطلو كيفاش تقولو. ولهنا طماطم خويتي مازلت هذيا مزرعتش فيها حد شي بحكم لازمني شوية ماء وشوية كذا. المهم شنو هي اخر لازم نصنع خم بعد شويه الكاميرا. كيش تبع الكاميرا يا رب. طيب لا لا علينا. لا هذه ما حسيتش باش نصنعها. نشوفوا شنو هي اخر لازم نصنع. هذه نتاع الواحد لازم نصنع خويتي توا حاليا المصانع حسب ما نتصور. كي لازم نعمل اقل شيء مصنع باش ينجم ينتجلنا طاقة. لازم نطلع طاقة واحدة اخرى نتصور نعبي فيها ال لازم نعمل طاقة خزان طاقة واحدة اخرى لهنا. نكبروه اكثر شيء هكا.
حاجة الأخرى أخواتي اللي باش نعملوها إن شاء الله اللي هي مستشفى، لازمنا مستشفى حتى ينجم واحد منا يتصاب. هذه ظهر لي بتاع المستشفى ولا لا؟ هذه كابين، كابين تاع سيارة. والله ما نعرف هذه خويتي ما هذا برك خنزير. هذيك السيدة اللي تبني المعمل سيدة بازيك، هذي شنو هذي؟ هي هذي ماذا بينا نعملوها من الشراء هذايا، نحطوها من هنا نتصور، متجيش من هنا متجيش، الله لا جات، نحطوها منا زعما، نحطوها لهنا نلصقوها مع هذايا، نلصقوها زادا مع هذي ما فيها باس، ما تلصقش خياري، نقوى شوية في الوقت، نحطو في الأربعة خل تجري شوية، هذايا اللي بيتكسر ظهر لي الروبو، أوكي الكهرباء تصور عندي كافيني بتاع الليل كامل، المعمل اللي خدمناهم، هذي ما يستحقوهاش توا. هاز بين تك 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 اوكي تو الماتريال بدا يفيدنا اخواتي، هاكم تشوفوا لازم تو نبدا نصنع في الحديد اللي ما يكلا ما عندي واش شبيه هذا. شبيه يا صاحبي كيفاش نرجع اوكي شو الناس يكون هبط؟ لا أنا هبط بجنبي بالضبط، كيفاش ندخل؟ مش بيها ما ظل ما يمشوش، شنية الجو هاي بيها محطوطة كلها بيها، حطوا لهم أكثر حاجة يبدو يخدموا فيها هنايا من المستحسن، مش فماش ما يزربوا لنا شوي. هذه نحط فيها فرش، فرش قداش يستحق بلاستيكا، بلاستيكا عندي، نحط زوز فرشات على الأقل تلقى الناس كيفاش تداوي. اوكي اش لازمنا اخر؟ والله كيما تشوفوا حاليا اخوتي المستعمرة بدات في تحسن يعني ملحوظ، ماهي شكلي تعدي روحها تعدي روحها كيما تشوفوا، عاملين لهنا كهرباء، لهنا عاملين خزان ميه، لهنا الموتور يجبد الميه، لهنا عندنا الطاقه الشمسيه الطاقه الهوائيه من هنا، فهمتوني؟ هذوما الخزانات نتاع الطاقه الكهربائيه، هذا المعمل اللي باش يخرج لنا الحجر ظهر لي هذي. الحجر هذايا بعد نجم نعملو معمل واحد اخر اللي هو باش يخرج لنا البلاستيك. لا اله الا الله محمد رسول الله، هذه نبنوها اخوتي، هذه نبنوها 1000%، لازمنا نبنوها. اوكي نبنوها باش يجونا ناس جدد للمستعمره نتاعنا ان شاء الله، فهمتوني؟ يجبوا يهبطوا طيارات، مش طيارات يعني مراكب فضائيه يهبطوا ويجيبوا لنا ناس جدد، كيما ينجموا يجيبوا لنا ناس زاد يبطلونا ناس يعني سرياق ولا كذا. الباب نجم نسكره هذايا، نجم نحط تك تسكيره يتسكر على روحه. شنو هي اخر توا باش نسووه؟ نحب نسوي هذايا، هذايا نتاع البلاستيك ونتاع المعادن نتاع الدنيا الكل، هذايا كل معمل يعني نتصور نحطه من هنا. اوكي نحطو الشيء هذي كيف كيف، هذي المكان الرئيسي باش يكون يعني كيما نقولو الدوار الكبير الكافيتيريا وين تنجم تفطر الناس ترقد لهنا، مستشفى من هنا لهنا نتاع الخضارة، فهمتوني؟ بالنسبة للماكلة توا ما شاء الله بدينا في تحسن ملحوظ بالقدا بالقدا بالقدا، ما نحبش نكثر ياسر على الواحد، مادام جوها باهي توا نجم نرجعها عادية. توا لازم يخدمونا هذايا نتاع المصنع ويخرجونا زادة فيها هذايا في الستراش
ولا كيك ستراش ستراخ، الثقافة الإنجليزية تعبى على الآخر خويتي شو فيها. وشنو هي آخر باش نعملوه زادة؟ شنو هي آخر، شنو هي آخر بتاع الكيمياء هذيا؟ نعملو ستوراج يعني، نعمل لهم البار ميلتي دوم. شنو هي ميلتي دوم؟ والله ماني عارف شنو هي بالضبط اخواتي، لكن حاليا نتصور اللي وصلنا لاخر الحلقة كيما تشوفوا يعني بدينا في المستعمرة يعني، ماهيش كبيرة كيما تتصوروا انتوما، لكن الحمد لله ما أتمنى حتى حد حسب التقريب يعني، إن شاء الله ما نتمنى حتى حد. سبعة هما، سبعة من الناس، وعندنا سبعة ربويات، زوز ربويات، ومستعمرتنا يعني سافوا يعني. لا تشكر لا أنتم أخوي. كان عندكم معلومة على اللعبة هذه ماذا بدو تكتبوا لي في الكومنتات وتنصحوني شنو نعمل في الحلقة الجاية إن شاء الله. وما تنسوش باش تحطوا لنا أخواتي لايك وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.